عفى الله عنك، بعض الموظفين يبعد مقر عمله عن سكنه أكثر من 100 كيلو، وكذلك من يخرجون إلى النزهة يذهبون إلى مسافات 150 كيلو، هل ويرجعون من يومهم، هل اختصار الزمن تأثير في عدم الترخص برخص السفر؟ وهذه المسألة من حدد المسافة في 83 كيلو أو نحوها، يقول إن هؤلاء إذا ذهبوا ولو كان لعمل يرجعون فيه يرجعون منه في آخر اليوم فإنهم مسافرون. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما من قال إنه يعود إلى العادة والعرف فمثل هذا لا يعد سفرا. يعني لكن إذا طلعت الموسى مثلا بيوم ورجعت هذا مو مسافر، على القول بأن المرجع للعرف. اللهم إلا أن تبقى هناك يوما أو يومين فإن مثل هذا يعد سفرا، لأن المسافة لأن السفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كما قدر عند بعض العلماء مسافة يومين، ولأن الإنسان إذا نوى أن يقيم هناك يوما أو يومين يعني يومين فأكثر لا بد أن يتأهل رغبة السفر. فأنت إن أمكن أن تضبط هذا بالعرف فلا بأس، فهو أقرب للصواب. وإن لم يمكن كما لو اختلف العرف أو اضطرب أو شككت فخذ بالمسافة.